أنتم مع صدى العرب، الصدى اللي حيستمر حتى نهاية كأس العرب فيفا 2021 في قطر، اللي هي التجربة الأولى والأهم لنهاية كأس العالم 2022 في قطر. مدير المنتخب السوري أنور عبد القادر خصص صدى بحديث عن المشاركة وعن عدم قدرة المدرب الروماني فاليريو تيستا على تطبيق رؤيته أو استراتيجيته بسبب الفترة الزمنية القصيرة واعتذار النجم عمر السومة وعدم السماح لبقية النجوم بالمشاركة في البطولة. مراسلنا القادم من لندن سلام المناصير وهذا التقرير. من ضمن الرؤية اللي اتخذت باتحاد كرة القدم عملية التجديد يعني بالرؤية، ولكن احنا طبعا بهذا الموضوع واجهنا مشكلة المساحة الزمنية. يعني الكابتن تيتا حضر قبل 3 أو 4 أيام، باعتقادي يعني أكيد ما عنده المساحة الزمنية الكافية اللي ممكن يبدأ فيها بتغيير استراتيجية أو بأيضا تجسيد فلسفته أو أفكاره أو رؤاه من خلال هذه الأيام. يعني فإحنا نعمل ضمن الممكن يعني هذا اللي أتيح للمدرب. يعني طبعا احنا طبعا من واجبنا كاتحاد وايضا كاداره منتخب نهيئ له افضل الظروف لحتى يظهر بافضل صوره ممكنه. يعني لا نستطيع ان نبالغ ونقول اننا يعني سننافس وسنحقق ولكن انا شخصيا اتمنى انه نسجل حضور مقنع ومرضي، وايضا بنفس الوقت نعد فريقنا للمباراه القادمه من التصفيات. طبعا اسباب غياب اللاعبين يعني او النجوم يعني نجوم المنتخب هو بالتاكيد مختلفه ومتنوعه. يعني في هناك لاعبين منعتهم انديتهم من الحضور وهذا حق طبيعي. يعني في لاعبين طبعا اعتذروا بسبب اوضاع شخصيه، ظروف شخصيه، مثل كابتن عمر السومة. نعم، لا عنده ظروف شخصيه يعني بصراحه عنده ظرف شخصي وعنده ايضا شيء من الإرهاق يعني نتيجة الاستمرار بالمباريات بالدوري السعودي وبالمنتخب، فيعني عم يشعر أنه بحالة غير مهيئة لتقديم ما يمكن تقديمه. يعني أنا باعتقادي يعني يدور حولها الحديث، لا نقول يعني ما دام المنتخب الإمارات أشرك لاعبينه مع المنتخب فليش ما بعثونا لعمر خريبين؟ يعني هذا سؤال، ولكن هذا لمن السؤال توجه؟ السؤال اتحاد الكره الاماراتي، يعني مع احترامي للجميع. يعني ليش عم تبعث لعيبتك وما عم تبعث لنا لاعب يعني مهم بالنسبه لنا؟ يعني انا لا يعني طبعا ما بدي سيء الظن، ولكن يفترض انه متى ما وافقوا للاعبين بالمشاركه مع المنتخب الاماراتي فلاعبنا ايضا من الطبيعي انه يشارك معنا. يعني وهذا ايضا انا باعتقادي موقف يعني أتمنى أنه يكون الدافع يعني خير إن شاء الله. وتنطبق الحالة على نادي الشرطة العراق الذي أرسل؟ طبعا نادي الشرطة أيضا في عندنا لاعبين بنادي الشرطة، المواس وفهد اليوسف أيضا، يعني أيضا كان في ممانعة بإرسال اللاعبين، وطبعا إحنا يعني بقدر ما اتخذنا الإجراءات المناسبة يعني إحضار عدد من اللاعبين، ولكن تركنا للمواس مكان طبعا لأنه في احتمال كبير في تواصل للآن يعني ممكن يحضر المواس إن شاء الله. يعني بدون قوته الضاربة للمنتخب السوري عمرين سومة وخربين وأيضا بدون المواس، بعتقد الأمر شبه يعني كتير صعب كثير. ثلاثة عم بيلعبوا، ثلاثة من الأفضل يعني مواسم أهداف الدوري العراقي. عمر من طبعا عمر ما يحتاج، وعمر خربين كمان كان أفضل لاعب في آسيا، ومثل ما قال أنور عبد القادر ليش ما سمح له ما عندكم دوري هلا؟ ما عندي، لكن النادي هو اللي منع. ليش؟ اسألوا النادي مش الاتحاد. هو قال الاتحاد ما دخل. الاتحاد ما دخل، الاتحاد مودي. قصدي ما في دوري يعني. ما في مال كأس الأدنوك، وكأس أدنوك في البطوله اللي لعبوا امس او اليوم لاعبين وحده قبل يومين فمنعوه. هو عشان اللي عرفت ان خريبين كان يحاول مع النادي بس النادي منع. ليش؟ والله اعلم. مكرم بالنسبه للانديه السعوديه
ست جزائريين يتقدم رئيسهم بولحي سمحوا لهم، خمسة مغاربة من ضمنهم اللي هو أزارو سمحوا لهم، اثنين تونسيين اللي هو نعيم سليتي، عندك المصري أحمد حجازي. كل منتخب طلب أي لاعب عربي محترف في البداية. حجازي مصر طول في البداية، سعيود في الجزائر أيضا في الطائي، كل الأندية لم تكن هناك أي حالة رفض من أي نادي سعودي إلى أي لاعب تم اختياره من أي نادي عربي. شو عم بتقول فهد؟ من أي منتخب عربي بالنسبة لل حجازي؟ حجازي في البداية كان في رفض، كان في رفض بعدين بلا هم كان رفض، ما طلب الاتحاد المصري، هو ما طلب لا لا, 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 لا كان هناك أقوال. حجازي اسمعني، مثل ما قلت لك على قصة خريبين من أول، قلت لي لا الشارع، قلت لك نادي مانع، ونفس الشيء الاتحاد كان حجازي مانع، لكن الظاهر بعد ما صار صالات حجازي تم ضمه بعد أن أصيب لاعب الله يشفيه من المنتخب المصري بكورونا. لكن اللي أنت تتحدث عنه كانت هناك أقاويل هل يسمح لحجازي بالذهاب للمنتخب المصري أم لا، ولكن يعني نعم. كل الأندية وافقت على كل لاعب عربي.